على ضعفه بان قوي قوي واتكسف. كل شي اشطاح إلا اللي حسدنا قرس الليلة ليلة طويلة كل شي فرح إلا اللي ما بغينا. عندي أغنية بعنوان ميامور، غتكون أغنية مغربية إسبانية واللي غتتصور في إسبانيا إن شاء الله في شهر 9. غنقولها ونغني يا حبيبي واسمعني، غنقولها ونغني. لما بيكون هو عنده حفلات وانا كمان عندي حفلات، يعني هو بيروح وبيرجع على طول، يعني بيخلص وبيرجع على طول، وحتى انا كنسالي وكنرجع للدار، فما عندناش مشكلة ابدا ابدا. يعني كي غير الحاجات اللي لازم يغير فيها، يعني ما عندوش الغيرة أوفر مثلا، وأنا ما كنخليه شي غير حيت حفظه، يعني حفظه عارفة الأشياء اللي يحبها والأشياء اللي ما يحبهاش. غير كده يعني الثقة تلعب دور كبير. في مرة هو كان عنده حفلة وأنا كنت معاه في الحفلة دي، وكانت واحدة معجبة، هو خلص الحفلة وراح حضنته. ما بغتش تبعد منه. أنا الشباب كلهم يعرفوا إنه خولة متجوزة فما بيقربوش. عايزة أقول لموقع واضح ميرسي جدا على الاستضافة، وأنا بحبكم قوي ومتابعاكم.